أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم.